أسعدتم بالخير مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية. والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يطلع على نشاط إدارة مكافحة المخدرات في ساحل حضرموت. أمن ساحل حضرموت يختتم دورة التحقيقات الجنائية بالمكلا. نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت يلتقي برئيسة منظمة براغم الأمريكية. أهلا بكم. التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عيدروس قاسم الزبيدي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي المبعوث الخاص لمملكة السويس سعادة السفير بيتر وسفراء من الاتحاد الأوروبي، وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة السياسية بعد اتفاق الرياض، وكد سبل التنسيق والتعاون المشترك بين دول الاتحاد الأوروبي والمجلس الانتقالي الجنوبي بما يعزز السلام والاستقرار في بلادنا، كما ناقش اللقاء الملف الإنساني والتنموي. قام محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني بزيارة تفقدية إلى إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. إحصائيات وأرقام ومضبوطات وتقرير إحصائي لقضايا المخدرات خلال العام الجاري تكشفه إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، حيث بيّن التقرير أن إجمالي المضبوطات بلغت نحو 57 كيلو جرام من مادة الحشيش و95 حبة كبتاجون و804 من الحبوب المخدرة المتنوعة. هذه الإنجازات التي تحققت دعت محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء الركن فارق سالمين البحسني للقيام بزيارة لإدارة مكافحة المخدرات بأمن ساحل حضرموت بمدينة المكلا. قمنا بهذه الزيارة نظرا للنجاحات التي تم تحقيقها هذا القسم، خاصة يوم أمس. أريد المواطنين يعرفوا أن قسم إدارة مكافحة المخدرات قامت بعمل كبير جدا وتمكنت من إلقاء القبض على عناصر وعلى مواد أيضا من هذا النوع. المحافظ طاف بأقسام إدارة مكافحة المخدرات مستمعا من مدير إدارة المكافحة المقدم عبد الله الأحمدي إلى شرح حول سير العمل في هذه الأقسام، ومتعرفا على المضبوطات من المخدرات والحشيش والحبوب المخدرة التي تم ضبطها مؤخرا من قبل رجال المكافحة. أيضا أريد أن أوجه الجميع أن المجتمع يجب أن ينتبه لهذه الأمور، ويجب هذا مكافحة المخدرات آفة كبيرة ولن ننتصر عليها بهذا القسم، ولا ننتصر عليها بالأمن ولا بالجيش ولا بالشرطة ما لم تتضافر الجهود في الجامعات في المدارس في المؤسسات التعليمية الأهلية المجتمع العقلاء رؤساء اللجان في الأحياء الجامعات أيضا علماء الدين في المسجد في كل مكان. هذا الآفة يجب أن يتم التصدي لها بشكل واسع وبشكل منظم ومنهي. وفي العام المنصرم كانت إدارة المكافحة قد ضبطت نحو 16 كيلو و848 جراما من الحشيش و14723 حبة مخدرة متنوعة، فيما بلغ عدد مصانع الخمور المضبوطة 13 مصنعا. الزيارة التي قام بها محافظ حضرموت لإدارة المكافحة ستكون مردود إيجابي ينعكس في تحفيز إدارتها ومنتسبيها من الضباط والصف والجنود، وعرفانا بالنجاحات التي حققتها الإدارة والعمل الكبير في ضبط المتعاطين والمروجين. اطلع محافظ محافظة حضرموت اللواء ركن فرج سالمين البحسني على نشاط فرع الهيئة العامة للاستثمار بساحل حضرموت، وخلال الزيارة اطلع المحافظ على سير العمل في أقسام وإدارات الهيئة والصعوبات التي تواجه تنفيذ خططها الهادفة للدفع بعجلة الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين. وأكد المحافظ على اهتمام السلطة بالاستثمار والمستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال إلى المحافظة لتنشيط الحركة الاقتصادية وخلق فرص للشباب والخريجين.
كما تفقد محافظ حضرموت سير العمل الجاري في إعادة تأهيل مباني ديوان المحافظة بحي السلام بمدينة المكلا، وشدد محافظ حضرموت على أهمية استكمال كافة الأعمال الخاصة بالترميمات وتأهيل المباني بديوان المحافظة والمكاتب الإدارية بالديوان. ناقش محافظ محافظة حضرموت مع وفد من الصندوق العربي للتنمية آليات تفعيل العمل في المرحلة الثانية من ميناء الشحر، وبدأ العمل في بناء جسر منطقة غرير غرب المكلا. وأوضح مدير عام وحدة تنفيذ المشاريع الممولة دوليا بوزارة الأشغال بأن الصندوق العربي للتنمية سينفذ مشروع جسر منطقة غرير الذي تضرر بشكل كلي جراء الأمطار والسيول، كما سينفذ كذلك مشروع المرحلة الثانية لميناء الشحر على صيانة قوارب الصيد وصناعة القوارب وإنشاء مصنع للثلج وإقامة صالات مزاد وأرصفة، بالإضافة إلى ملحقات أخرى. وفي سياق آخر، عقد بمكتب جمرك الشحر اجتماع لمناقشة كيفية تفعيل وتشغيل الميناء بالشكل المطلوب برئاسة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية العميد محمد اليميني. وأشاد العميد اليميني بالدور الذي تلعبه قوات خفر السواحل في ميناء الشحر في تسهيل أمور الميناء، حاثا قوات خفر السواحل ببذل المزيد من الجهد والتسهيلات في نطاق عملها، لا سيما وأن الميناء قادم على مرحلة جديدة. من جانب به أكد الملازم ثاني سالم العجيلي أن قوات خفر السواحل في أتم الاستعداد لتسهيل العمل في الميناء. أقام مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت حفلا خطابيا وفني دشنت فيه عام التوجيه التربوي. وخلال الحفل أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون أن التوجيه التربوي يشهد تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية وتحفيزية، مشيرا إلى أن العمل جار حاليا لسد الشواغر في المناطق التوجيهية بساحل حضرموت واستكمال تأنيث المدارس، وسعي حاليا إلى تأنيث التوجيه التربوي في عدد من المدن الرئيسية كمرحلة أولى. وتخلل الحفل رقصات ولوحات غنائية قدمها طلاب المدارس بالمديريات. عقدت السلطة المحلية بمديرية المكلا مع قيادة وهيئة ونقابة مكتب وزارة النقل بساحل حضرموت اجتماعا لمناقشة أوضاع نقابات باصات النقل بالمديرية. وتطرق الاجتماع إلى سبل إعادة ترتيب النقابات من خلال إجراء انتخابات مبكرة، بالإضافة إلى السعي في تحويل النقابات إلى جمعيات يتم الإشراف عليها من قبل السلطة المحلية بالمديرية، والعمل على إعادة ترتيب خطوط السير الداخلية. وخرج الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجنة بخصوص هذا الموضوع. اختتمت الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت الدورة التدريبية المتخصصة في التحقيقات الجنائية، والتي استهدفت 56 من أفراد وضباط التحقيقات العاملين في أقسام ومراكز الشرطة بالمحافظة. وخلال الحفل أكد نائب مدير الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد غيثان البحسني على أهمية الدورة التي تأتي ضمن الرؤية العامة للأمن في تعزيز العمل الأمني وتأهيل كوادره ورفض إدارة الأمن بالشباب المؤهل. وجرى في ختام الحفل تكريم المتدربين والمدربين وأعضاء السلك القضائي والنيابة العامة بشهادات تقديرية نظير مشاركتهم في إنجاح الدورة المتخصصة في التحقيقات الجنائية. احتفلنا اليوم بتخرج دفعة تدريبية جديدة من خريجي الجامعة المتطوعين في البحث الجنائي، فاستكملت هذه الدورة على مدار حوالي 25 يوم. تلقى خلالها المتدربين من الشباب خريجي الجامعة وكلية القانون العاملين في البحث الجنائي بشكل طوعي علوم ومهارات جمع الاستدلال من مسرح الجريمة وتجهيز الملفات بشكل منظم وقانوني وتحويلها للنيابة. الهدف من هذه الدورة التي تلقوا فيها المشاركين في هذه الدورة على مدى 25 يوما كثير من المعارف القانونية والأمنية، تم تدريبهم تحت أشراف ومدربين من القضاء ومن قيادات أمنية. التقى نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت فارس بن هلابي بمديرة مشروع براغمة الأمريكية المتعلقة بالقطاع السمكي الدكتورة بثينة السعدي، وناقش اللقاء مشروع المنظمة
الذي سيهتم بالقطاع السمكي والحفاظ على جودة إنتاج وتعبئة المصانع لإنتاج التونة، بالإضافة إلى عمل توعية بأهمية أسس طرق الاصطياد الصحيحة والعمل على تهيئة القوارب التقليدية وتحسين مستواهم وتطويرها بشكل مميز يسعى من خلاله الحفاظ على جودة الأسماك بعد الاصطياد. وفي سياق آخر، نظم قسم سيدات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة حضرموت بالتنسيق مع مؤسسة رواد جلسة استعراض قصص نجاح لرائدات الأعمال، وذلك بمناسبة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال. وفي الجلسة أكد وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي أن السلطة المحلية تولي اهتماما كبيرا لدعم هذه الأفكار، وأن حضرموت شهدت في الآونة الأخيرة ظهور بعض المشاريع الصغيرة التي تحتاج إلى رعاية وتبني من السلطة. وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة حضرموت فارس بن هلابي أن هذه الفعالية جاءت لتشجيع سيدات الأعمال في حضرموت إيمانا من غرفة التجارة بالدور الباري لسيدات الأعمال، وتم استعراض قصص نجاح لرائدات الأعمال في حضرموت في عدة مجالات. التقى رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبو بكر قيادات وكوادر عسكرية وأمنية حضرمية، وتناول اللقاء آليات تنفيذ اتفاق الرياضة ومناقشة ترتيب وضع العسكريين والأمنيين المستبعدين من الخدمة قسرا، وكذا ترتيب وضع أفراد المقاومة الجنوبية في محافظة حضرموت وفقا للنتائج المترتبة عن اتفاق الرياضة. وأكد الرئيس انتقالي حضرموت بأن حضرموت ترفض التقسيم وأنها كالجسد والروح والإرادة الواحدة ولا تقبل تقسيما ليمننا، مضيفا أن محاولة الجماعات المرتبطة بأحزاب صنعاء مرفوضة تماما. سيقام في 30 من نوفمبر مهرجان حضرموت الرياضي الأول تحت شعار حضرموت روح الجنوب، الذي يضم 8 ألعاب مختلفة برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي وبالتنسيق مع مكتب وزارة الشباب والرياضة وتنفيذ الاتحادات الرياضية. ويضم المهرجان الرياضي ألعاب كرة القدم وكرة اليد والكرة الشاطئية، وكذا ألعاب القوى وسباق الدرجات الهوائية والتايكواندو، إلى جانب سباق السباحة ولعبة الشطرنج. وينطلق المهرجان يوم السبت الموافق 30 من نوفمبر حتى الجمعة الموافق 27 من ديسمبر المقبل. ويأتي هذا المهرجان بمناسبة الذكرى 52 لثورة 30 من نوفمبر المجيدة. وفي العاصمة عدن نفذ المئات من العسكريين الجنوبيين أمام قصر معاشيق وقفة احتجاجية تنديدا بسياسات حكومة الشرعية لقطع مرتباتهم، وطالب المحتجون بسرعة صرف مرتباتهم ومستحقاتهم منددين برفض الحكومة الاستجابة لكل طلبات الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي الساعية للحصول على استحقاقات منتسبيها بدءا بالمرتبات وانتهاء بالتسوية والحقوق المكتسبة. وذكرت مصادر أن رئيس الحكومة لم يصرف استحقاقات العساكر الجنوبيين بالرغم من مرور 20 يوم من اتفاق الرياض، في حين قام بصرف استحقاقات عساكر لمحافظات أخرى. ونختتم من الضالة، حيث أفاد مصدر عسكري في ألوية المقاومة الجنوبية عن اندلاع اشتباكات عنيفة خلال الساعات الماضية في جبهة الأزارق وجبهة باب غلط بين وحدات من المقاومة الجنوبية ومسلحي ميليشيا الحوثي. وبحسب المصادر فإن مسلحي جماعة الحوثي حاولوا التقدم صوب مواقع تمركز القوات الجنوبية وشني زحف واسع استخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة. وأكد المصدر بأن القوات الجنوبية تمكنت من كسر الزحف الحوثي الواسع الذي شنته العناصر الحوثية وكبدتها خسائر فادحة. والآن مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى أبرز ما تناولته عناوين الصحف المحلية والعربية. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظو حضرموت يطلع على نشاط إدارة مكافحة المخدرات في ساحل حضرموت. أمن ساحل حضرموت يختتم دورة التحقيقات الجنائية بالمكلا.
نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت يلتقي برئيسة منظمة براغم الأمريكية. سيدات والسادة، هذه كانت نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.